للحديث أكثر عن هذه المواضيع ينضم إلينا السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. يعني كما ذكرنا أسعار النفط تتجاهل كل هذه العوامل، تخفيضات الإنتاج. اليوم سمعنا أيضا شيفرون وأكسون موبيل يتحدثان عن أيضا خفض في الإنتاج قرابة 400 ألف برميل. إلى أي مدى ستبقى الأسعار بالتراجع وتتجاهل كل هذه المحفزات؟ اللي شهدناه من اكسون موبيل وايضا شيفرون طبعا بعد جوله الارباح المخيبه والضغط الكبير الذي تظهره شركات قطاع الطاقه اجمالا، أن يكون هناك هذا التوجه الإجباري لتقليص الحجم الإنتاج، لأنه نحن أمام مشكلة ومعضلة حقيقية بالنسبة لهذه الشركات تحديدا. عندما نتحدث عن إكسون موبيل التي خفضت توزيعات الأرباح بشكل كبير جدا، وأيضا بعض الشركات النفطية التي دخلت في خسارة واضحة ومعلنة عن الربع الأول من هذا العام، يظهر أنه في عندنا مزيد من الخفض القادم وبالتالي مزيد من التراجع في العائدات، وبالتالي قد يتأتى ذلك إلى العودة إلى ما يقارب 30% من إنتاجهم السابق، أن يكون الإنتاج القادم في الفترة القادمة، حتى يكون هناك نوعا ما هذا التوازن، وخصوصا مع وجود الوفرة في المعروض والوفرة في المخزون كذلك الأمر مع توقف آليات الإنتاج حول العالم. رائد، كما نلاحظ الآن على اللوحة تراجعات مستمرة وضغوط كبيرة على عقود يونيو، هل تتوقع أنه أن نشهد سيناريو مماثل للذي شهدناه على عقود شهر مايو؟ خلينا نوضح كيف يتم التسعير. التسعير نحن دائما يكون من خلال عملية الطلب والعرض، ولكن فيما يتعلق بهذه العقود فيوجد هناك أيضا المتداولون بالعقود، هذه يقومون بالمضاربة، والمضاربة هي التي تسعر حاليا، هي التي سببت التفاؤل الزايد أو الأوفر أوبتيمستيك اللي كان موجود عندي من بين المتداولين، سببت عودة ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق مستويات 19 وصولا إلى 20 دولار البرميل، ولكن الأزمة لا تزال موجودة مع تواجد أنه اقترابنا أكثر للماتيوريتي ديت. نحن بعيدين ما يقارب الأسبوع والنصف عن استحقاق أو تسليم هذه العقود، ولن تحل الأزمة في خلال أسبوع ونصف، بالتالي يعني حتى لو عاد الطلب مجددا لا يزال يوجد هناك الكثير من خلينا نقول يعني الطلب قليل جدا ويوجد الكثير من المخزون، وبالتالي أيضا لدي العقود تسليم شهر أغسطس التي أيضا لم يتم حتى طرحها للتداول حقيقة للمضاربة في الوقت الراهن نتيجة المخاطرة الكبيرة فيها. إذا إمكانية العودة إلى مستويات الصفر متوقعة بشكل كبير، ولكن نعم. الأزمة قد تكون أن نبقى يومين أو ثلاث أيام قرابة مستويات الصفر، نعم. عندها سوف يكون هناك ضغط كبير جدا على الأسواق. نعم رائد، لننتقل من النفط إلى الذهب. اليوم يعني أونصة الذهب تستعيد مستويات 1700 دولار، رغم أنه كانت قد تعرضت لبعض الضغوط قبل يومين أو نهاية الأسبوع الماضي. هل الذهب سيستعيد هذا المسار الصعودي؟ حقيقة إذا نظرنا إلى الذهب، فالذهب كان طالما هو دون 1715 فهناك بوادر سلبية على الذهب، وإمكانية الوصول إلى مستويات 1670 واردة جدا، وذلك من منظور فني بحت. أما من فيما يتعلق بفشله بالاستقرار فوق مستويات 1730 دولار للأونصة، كان يعني نوعا ما شكل ضغطا سلبيا بالاتجاه الهابط، وأيضا وجود عمليات جني أرباح كبيرة عن تلك المستويات بعد فشله من الحفاظ على مستويات 1725. الهبوط أكثر، العودة دون الهبوط دون 1700 دولار للأونصة ليس هو الحد الأدنى أو البنش مارك، إنما 1715 الاستقرار دونها لا يزال يضعنا إمكانية الهبوط بشكل أكبر، لأنه في عندي هبوط في أسواق الأسهم عم بيكون مباشرة الذهب بمستويات المرتفعة هو المعوض، وهو الذي يقوم بتعويض الخسائر التي تحدث في أسواق الأسهم حتى اللحظة يتم هذا الأمر. أي موجة هبوط بأسواق صحيح. الأسهم وأعتقد سوف يكون هناك نتيجة المتفاوض الزايد، وهذا ما نراه على العقود الأجل الأمريكية، ربما هذه هي الاستفادة الأكبر اليوم للذهب.
صحيح، لأنه في عندنا مبالغة بالإيجابية والتفاؤل، هنا يوجد sharp reaction أو رد فعل سريع يحاول المتداول في السوق أن يظهره بشكل كبير، لكن التفاؤل لا يجب أن يكون بهذه الإيجابية الكبيرة ولا يجب أن يكون مفرطا، ولكن للأسف الأسواق تتفاعل بنتيجة التقلبات السيولة الكبيرة، يشكل عندنا تقلب أو تذبذب واسع بطاق في الأسعار. نعم، شكرا لك رائد على كل هذه التوضيحات، دائما كنت معنا من عمان وأنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي.